لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية أبي المتوفى يبني بيتا في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الحالم أن الأب المتوفى يبني بيتا كان ذلك دليل على الصلاح في الدين، كما يشير أيضا إلى زوال الهموم والمشاكل التي يمر بها الرائي. كما إذا رأى الحالم أن الأب المتوفى يبني بيتا جميل كان ذلك دليل على السيرة الطيبة. كذلك إذا رأت الفتاة الأب المتوفى يبني بيتا جديد لها كان ذلك دليل على الزواج. إذا رأى الحالم أن الأب المتوفى يتبول عليه في المنام كان إشارة إلى التخلص من الهموم والمشاكل. كما إذا رأت المرأة المتزوجة تبول الأب المتوفى عليها كان إشارة إلى الرزق. كذلك إذا رأت العزباء الأب المتوفى يتبول عليها كان دليل على الرزق والخير لها. كما إذا رأت المرأة الحامل تبول الأب المتوفى عليها كان دليل على الرزق. إذا رأت الحالم الأب المتوفى يعطي لها فلوس في المنام كان ذلك إشارة إلى الرزق والمال الذي يحصل عليه الحالم. كما يمكن أن يشير إلى تحقيق المكاسب المادية للرائي. كذلك يشير في حلم الفتاة العزباء إلى تحقيق الأمنيات. كذلك إذا رأت المرأة المتزوجة الأب المتوفى يعطي لها فلوس كان ذلك إشارة إلى تفريج الأحزان والمشاكل. يشير حلم جمع الأب المتوفى للمرأة المتزوجة إلى المشاكل والأزمات التي قد تتورط بها. كما يشير حلم الرجل بالجماع مع الأب المتوفى إلى الكرب والهم للرائي. بينما إذا رأت العزباء أن الأب المتوفى ينكحها كان ذلك دليل على الرزق الذي تركها لها الأب. ذكر علماء التفسير أن حلم الأب المتوفى وهو يغطي ابنه على أنه دليل على دمعه على دعمه ومساعدته. كما إذا رأى الشاب العازب الأب المتوفى يغطيه كان ذلك إشارة أن هذا الشاب قد يحصل على بعض الأمور الجيدة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.